منذ بداية 2019 أطلقت شركة هواوي هاتفي هونور 8 إكس و إيكغريك 9019. هذا الهاتفان بسعر متقارب ومواصفات متقاربة جدا، حيث أتوا بنفس المعالج وهو كيرين 710 الممتاز وبنصف نفس حجم الشاشة. ومن الواضح أن هواوي وهونور كانتا تتبعان نفس السياسة لشركة شاومي، وهي وضع أفضل الإمكانيات والمواصفات بأقل سعر ممكن. وتميزت شركة هونور عن شاومي في هذه النقطة، حيث لم تهمل التصميم مثل ما تفعل شاومي، بل أطلقت هاتف كامل الأركان بسعر قليل بتصميم ممتاز جدا. سنقوم الآن بمقارنة شاملة بين هذين الهاتفين إيكغريك 9019 وهونور 8 إكس في هذه المقارنة، لكي يمكنكم أن تقوموا بعمل مقارنة شخصية وتقييمكم للهاتفين، لكي تتمكنوا من اختيار أحدهما إذا أردتم أو ما زلتم تريدون هذه الهواتف التي أستعملها شخصيا. يأتي كلا الهاتفين ببروسيسور أو معالج واحد، وهو الكيرين 710، والذي ظهر لأول مرة في هاتف هواوي نوفا 3i، وأثبت نفسه بأدائه القوي. الأداء واحد تقريبا في هواوي إيكغريك 2019 وهونور 8 إكس، كما أن الهاتفين يأتيان برام 4 جيجا، مما يؤكد على عدم وجود فرق كبير في أداء الجهازين. فالأداء الخاص بالكيرين 710 قوي جدا، ولا يوجد مشاكل في التنقل بين التطبيقات أبدا، وهو نفس الشيء الذي وقع مع هذا المعالج الذي حصل على نقاط 140 في نقطة في اختبار الأنتوتو بيتشمارك. لاختبار الأداء الهاتف الهاتفين سوف أقوم الآن بعملية سبيد تيست بين هذين الهاتفين. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة.
السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.